في يوم الخميس اللي فات قامت فرقة بلاك بينك فان ميتن للاحتفال بالذكرى الثمانية على إنشاء المجموعة، والفان ميتن ده وحضروا 88 معجب فقط، وتيحت لهم الفرصة يتفاعلوا مع عضوات بلاك بينك عن قرب. ورغم إن كل معجب كان ليه دقيقتين فقط مع كل عضوة، ولكن الفان ميتن ده كان مليان بتفاعلات حلوة جدا كلنا حبيناها. ومن التفاعلات دي مشهد ليسا وهي بتقطع ورقة قدمتها ليها معجبة، على وجه التحديد طلبت معجبة من ليسا توقع على شهادة طلاق، والطلاق بين الطرفين ليسا وجيني. وبمجرد ما ليسا شافت الورقة على طول كتبت علامة اكس في مكان التوقيع، وكمان قطعت الورقة قدام كل الحاضرين حتى تأكد رفضها الشديد لفكرة الابتعاد عن جيني، او زي ما الكوريين قالوا ليسا رفضت تطلق جيني. وخليني اقول لكم ان فيديو تقطيع ليسا ورقة الطلاق جاب اكتر من 1,300,000 مشاهدة على التويتر فقط في ساعات قليلة جدا. اما بقى على الناحية التانية، امبارح ليونجي اعلنت عن عودة برنامجها نوبر بير، وهو برنامج ترفيهي على اليوتيوب عبارة عن محادثات بين المشاهير وليونجي اثناء شرب الكحول. المهم بقى ان في الاعلان التشويق للموسم الثالث من البرنامج ليسا هتكون هي والضيفة. وخليني اقول لكم ان في عدد كبير جدا من الجمهور الكوري كان سعيد بالاخبار دي، وتحديدا لان ليسا هترجع اخيرا لكوريا وهتبتدي الترويج لمشاريعها الفردية كأي فنان عادي. ولكن كعادة الكارهين كان ليهم رأي مختلف تماما، وقالوا ان البرنامج ده سلبي جدا على المشاهدين بما فيهم القاصرين. ودي بعض من التعليقات: ليس من الجيد للطلاب مشاهدته، ألن يكون من الأفضل شرب الشاي مع المشاهير بدلا من الخمر؟ برامج الشرب ضاره جدا. وخليني أقول لكم إن حاليا الرأي العام في كوريا مقلوب من بعد فضيحة شوجا عضو بي تي اس بتهمة ركوب سكوتر كهربائي تحت تأثير الكحول. وبناء على قوانين كوريا بيتم تحليل نسبة الكحول في الدم، ولو هي بتتراوح من 8 لـ 2%، فبيتم حبس المتهم لمدة عام كامل مع غرامة حوالي 10,000,000 ون كوري. ولكن في حالة شوجا ممكن العقوبة توصل لإلغاء رخصة القيادة تماما. ودلوقتي هقولكم بعض من تعليقات الجمهور الدولي على تورط ليسا في فضيحة شوجا. هناك العديد من برامج الشرب لما تثيرون الضجة حول برنامج يونجي فقط. الرجال هم من يرتكبون الحوادث، ولكن النساء هم من يتعرضون للكراهية. وانت كمان اكتب لي في التعليقات هو رأيك.